ماذا يحمل لنا الخميس الونيس من قصص السوشيال ميديا؟ سنجد هاشتاغ جنين تنديدا بجرائم المحتل الإسرائيلي، والعرب يغردون على الجدران بينما يخدم السعوديون في المستشفيات، ومصري يقع في حب دبة روسية. كل هذا وأكثر في شير، أهلا بكم. انطلق بالأمس في العاصمة المصرية القاهرة مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس، وخلال كلمة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب قال أنه قد بدأ العد التنازلي لتقسيم المنطقة العربية وتنصيب إسرائيل شرطيا عليها، وحث شيخ الأزهر على مواجهة هذا الخطر. التصريح انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشكل كبير، ووفقا لهذا التصريح نسألكم، هل ينجح الوطن العربي في مواجهة هذا المخطط؟ نعم أم لا؟ شارك برأيك معنا عبر صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي الظاهرة أمامك على الشاشة، أو من خلال رسائل صوتية أو فيديو على رقم الواتساب الخاص بالبرنامج. شاهدوا شير أيضا على قناة الغد باليوتيوب، وتواصلوا معنا على هاشتاغ شير الغد. الهاشتاغ ظهر لأول مرة عندما استخدمه أحد نشطاء الإنترنت في عام 2007، ومن وقتها حقق نجاحاً وانتشاراً كبيراً. وهنا نحاول أن نرصد معكم أهم الهاشتاغات المتداولة على مدار اليوم في العالم العربي والعالم ككل. فعلى خلفية اعتداءات قوات الاحتلال على سكان مدينة جنين بالرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز، ندد المغردون في الأردن بالأعمال الوحشية التي قام بها قوات الاحتلال على هاشتاغ جنين، وأيضا هاشتاغ اشتباك جنين. أما في الإمارات العربية المتحدة فاستمر في استدارة هاشتاغ الأزهر لنصرة القدس مع انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الأزهر لنصرة القدس والمقام في القاهرة. بينما في مصر تفاعل المغردون على هاشتاغ إثيوبيا بعد المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس المصري ورئيس وزراء الإثيوبي بالقاهرة، وشهد توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة بين البلدين. أخيرا في لبنان تفاعل المغردون مع تصريحات وزير الخارجية الأمريكي التي نفت وجود أي نية لدى أمريكا لإنشاء قوة تنتشر على الحدود بين سوريا وتركيا على هاشتاغ تيلرسون. هاشتاغ جنين يتصدر قائمة تويتر في الأردن للتنديد بالأعمال الوحشية التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي والاعتداء على سكان المدينة بالرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز بعد دخولها المدينة قاصدين منزل أحمد نصر الجرار، وهو متهم من قبل الاحتلال بتنفيذ عملية طعن. المغردون تداولوا أنباء عن استشهاد أحمد الجرار الذي قصدته قوات الاحتلال قبل أن تعلن وزارة الصحة الفلسطينية أن من استشهد هو أحمد إسماعيل الجرار، وهو ضابط في الأجهزة الأمنية الفلسطينية. الكتابة على الجدران عادة قديمة ظهرت كنتيجة لحاجة الإنسان الملحة في التعبير عن نفسه، وأيضا رغبته العارمة في التغيير أحيانا. الإنسان استعمل فيها أدواته البدائية ليسجل حكمة أو قصة، وبعد كل هذا التطور التكنولوجي الذي نعيش فيه قرر مغردو تويتر أن يعيدوا الفكرة على هاشتاغ سأكتب على الجدار. فماذا سيكتبون؟ من أخبار السوشيال ميديا السريعة، مرور السعودية يلزم السائقين المتهورين بخدمة المستشفيات.
نشر الحساب الرسمي لمرور السعودية على تويتر قراراً يلزم السائقين المتهورين بالالتحاق ببرامج الخدمة الاجتماعية بمستشفى الظهران لتقديم المساعدة اللازمة للمرضى، حيث سيكلف السائق المتهور بدوام جزئي يقدم فيه المساعدة للمرضى من ضحايا الحوادث المرورية وإطعامهم وتلبية احتياجاتهم. القرار حاز على إعجاب رواد تويتر بالسعودية، واقترحوا مجموعة أخرى من الأفكار لتغليظ العقوبة على السائقين المتهورين. هذه كانت إحدى القصص التي تفاعل معها رواد تويتر بالسعودية. فماذا عن أكثر الكلمات بحثاً على جوجل في السعودية هذا الأسبوع؟ هذا ما سنعرفه من التقرير التالي. والعشق الممنوع بين مصري والدبة كوكي في روسيا يثير السخرية على فيسبوك. وقبل بدء كأس العالم قرر الشاب محمد حسام بناء علاقة مصرية روسية من نوع خاص ربما لم يكن هو نفسه يتوقعها، حينما شد الرحال إلى موسكو في رحلة تقليدية تغيرت على الفور بمجرد وصوله لأصدقائه، لأنه اكتشف أنهم يتبنون أشهر دب في روسيا. فقرر محمد التقاط مجموعة من الصور معها ونشرها على فيسبوك. أن نتعرف الآن على الكلمات الأكثر بحثاً على جوجل في مصر هذا الأسبوع. ومن الفيديوهات المتداولة اليوم، النجمة اللبنانية مريم فارس توجه رسالة للشعب العماني من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على انستغرام، وتعلن فيه عن إحيائها حفلا غنائيا في 22 من يناير الجاري. مرحبا لكل الشعب العماني، أنا كتير محمسة أني لقيكم ب 22 شهر واحد ولأول مرة على مسرح المدينة بمسقط. ناطرتكم. وما زال لدينا الكثير في شير، وبعد الفاصل نستعرض نتائج التصويت على سؤال اليوم. بعد تصريح شيخ الأزهر ببدء العهد التنازلي لتقسيم المنطقة وتنصيب إسرائيل شرطيا عليها، برأيك هل ينجح الوطن العربي في مواجهة هذا المخطط؟ نعم أم لا؟ كما سنتعرف أيضا على أول تطبيق عربي يساعد مرضى السكر في متابعة واستشارة أطبائهم. انتظرونا في شير بعد قليل. أهلا بكم مرة أخرى في شير. جزء مهم من محاربة أي مرض هو أن تعرف عنه أكثر. البعض قد يتخيل أن الحياة تتوقف عندما يصاب الشخص بمرض مزمن مثل مرض السكر على سبيل المثال،
لكن مع تطبيق مضبوط قد يختلف الأمر. مضبوط هو أول تطبيق عربي لمرضى السكر يساعدهم في التحكم بنسبة السكر في الدم ومتابعة القياسات اليومية والالتزام بالنظام الغذائي والنشاط البدني وأيضا الدواء. ما رأيكم أن نتعرف على جزء بسيط من مهام مضبوط من هذا الفيديو؟ للأسف أنت عندك السكر ومن النهاردة لازم تمشي على التعليمات دي. في حالة تشخيصك كمريض سكر، التعليمات المطلوبة منك بتخوفك ومضاعفات المرض بتزود قلقك. اطمن، بالرغم من أن السكر مرض مزمن إلا أنك ممكن تتعايش معاه بسهولة. إزاي تعيش بسكرك مظبوط؟ مظبوط هو تطبيق على موبايلك بيفكرك بمواعيد الأدوية بتاعتك وجرعاتها، كمان تقدر تسجل عليه قياسات سكرك والفحوصات الدورية اللي بنفكرك بمواعيدها بالإضافة لمتابعة وزنك، فتقدر تطمن من خلال مجموعة من التقارير الطبية اللي بتأكد إنك بتاخد الدواء المظبوط وأكلك المظبوط. ولو لقينا إن عندك مشكلة محتاجة استشارة دكتور، تقدر تسأل مجموعة من أهم وأكبر الأطباء المتخصصين عن مشكلتك من خلال خدمة الأونلاين كونسلتيشن اللي بيها الدكتور يقدر يطلع على الهيلث ريكورد أو ملفك الصحي اللي بيحتوي على تقارير حالتك الصحية من وزنك وقياسات سكرك ونتائج الفحوصات الدورية، وبالتالي بيكون رد الدكتور المختص وافي ودقيق. أنت مش لوحدك، ملايين مرضى السكر في الوطن العربي يقدروا يقروا أسئلتك ويشاركوا تجاربهم من خلال مظبوط سوشيال كوميونيتي، وحتشارك ملفك الصحي مع الدكتور الخاص بيك عن طريق أي وسيلة تواصل تفضلها. جزء مهم من محاربة المرض هو إنك تعرف عنه أكثر من خلال مجموعة من المقالات والأبحاث المتجددة اللي بيكتبها أكبر الأطباء والاستشاريين، هتلاقيها بشكل دوري دايماً معاك على التطبيق. لو دورت حواليك هتلاقي ناس كتير بتحبهم عندهم السكر، شاركنا بمحاربة المرض وانشر الفيديو والتطبيق مع أكبر عدد تقدر تنقذه من مرضى السكر. للمزيد من المعلومات عن تطبيق مظبوط ينضم إلينا الآن عبر سكايب طارق مندور، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للتطبيق. مساء الخير طارق وأهلا بك معنا في شات. مساء الخير فندم ومساء الخير على كل المشاهدين البرنامج. طارق في البداية، هل يمكن أن تخبرنا ما الذي يميز تطبيق مظبوط عن غيره من التطبيقات المشابهة؟ هو خصوصا بمظبوط التطبيقات اللي على الموبايل اللي بتساعد مرضى السكر هي موجودة خارج العالم العربي بشكل كبير، لكن فيها مشاكل كتير قوي في طريقة التعامل نفسها مع المريض، يعني بيحتاج بشكل كبير قوي كاستمايزيشن، او ان هو تبقى الفيتشرز بتاعه الابلكيشن تبقى مخصصه دي او يعني معموله ديزاين على المريض العربي. كل التطبيقات اللي موجوده اغلبها باللغه الانجليزيه وبتتعامل بطريقه معقده شويه مع المريض، فبالتالي المرضى بيصيبهم الملل من التطبيقات دي فما بيقدروش يتعاملوا معاها. واحنا بنصمم مظبوط وعينا على الموضوع ده كويس قوي، فكان التطبيق باللغه العربيه لان احنا متطبقين مرضى السكر العرب، لان المنطقه العربيه هي ثاني اكبر منطقه على مستوى العالم في عدد مرضى السكر، فبالتالي احنا مركزين قوي على اللغه العربيه. الحاجه الثانيه ان التصميم نفسه بتاع الموبايل بسيط جدا لدرجه ان كل المرضى يقدروا يتعاملوا مع التطبيق بسهوله جدا، يقدروا يوصلوا لكل الفيتشرز اللي فيه بشكل بسيط من غير اي تعقيد. طيب رائع جدا، يعني لا شك أن يكون تطبيق سهل الاستخدام بسيط وأيضا باللغة العربية هو فائدة لكل مستخدم عربي. طارق ممكن تشرحنا بطريقة سريعة يعني كيف يتم استخدام تطبيق مظبوط؟ طيب هو تطبيق مظبوط بيقدم لمرضى السكر ثلاث خدمات رئيسية. أول حاجة هي السيلف مانجمنت أو المتابعة الذاتية، من خلال أن المريض بيدخل قياسات السكر بتاعته بشكل مستمر، وكمان الادويه اللي هو بياخدها والتطبيق بيفكره بالمواعيد بتاعتها، كمان التطبيق بيفكره بالتشيك ابس او التحاليل والفحوصات اللي المفروض يعملها بشكل مستمر عشان متابعه المرض، بالاضافه بنتابعه كمان في الدايت والفيزيكال اكتيفيتيز، الرياضه اللي هو بيعملها او
الانشطه اللي هو بيعملها بشكل مستمر. في حاجات بيحتاج المريض ان هو يدخلها بطريقه مانيوال لما بيعملها، وفي حاجات زي الفيزيكال اكتيفيتيز هي بتتاخد من السنسورز بتاعت الموبايل ما بيحتاجش المريض ان هو يدخلها. من خلال كل الحاجات دي بيقدر المريض بيكون له هيلث ريكورد او ملف صحي. الملف الصحي ده بيبقى فيه كل تفاصيل الحاله. لو المريض دخل قياسات سكر عاليه بشكل مستمر بيوصل نوتيفيكيشن او بيوصل تنبيه للدكتور المتابع للحاله. المريض من خلال الابلكيشن بيقدر يضيف الدكتور بتاعه على التطبيق عشان الدكتور يبقى متابعه ريال تايم، شايف كل حالته، شايف كل قياسات سكره، وشايف كل الفيزيكال اكتيفيتيز والاكل، بيطلع على كل الحاجات دي. لو لقى في خلل في اي حاجه من الحاجات دي بيوصل له نوتيفيكيشن وبيبدا يكلم المريض على انه ممكن يروح له العياده لو الموضوع محتاج، او ممكن يبعث يعني المتابعه ايضا مع طبيبك. بالنسبة لمريض السكري لا شك أنها خطوة إيجابية جدا، لكن هل لديكم معايير في اختيار الأطباء المشاركين في التطبيق أو لا؟ في البداية كان الأطباء بيدخلوا عن طريق المريض، يعني المريض عشان يضيف الدكتور فهو بيضيف الدكتور بتاعه أو الدكتور الخاص بيه. لكن لاحظنا في الفترة الأخيرة أن في عدد كبير أو من المرضى مبقاش متابعين مع دكتور معين، لان وده بسبب اهمال كبير من المرضى. المرضى مش بيروح للدكاتره بشكل مستمر، ممكن يروح في زياره المتابعه من 3 لـ6 شهور كل مره. لكن في اوقات في النص هو بيحتاج ان هو يستشير دكتور، فبدانا نفتح خدمه الاونلاين كونسلتيشن ان الدكاتره بتسجل على الابلكيشن، والمريض لو مريض متابع مع دكتور تمام، لو مش متابع فبيبقى يقدر يستشير اي دكتور على الابلكيشن. طيب طارق، هل الاستشارات على التطبيق مظبوط من أطباء معتمدين؟ هل هي استشارات مجانية أم أنها ستكلف المريض؟ لا، هي استشارات مدفوعة، لأن الدكتور مش بيعمل الاستشارات دي ببلاش، هو بيعملها بفلوس، وإحنا بيكون لنا نسبة من الاستشارات دي، لكن الاستشارات بتكون أقل بكتير قوي من الفيزيتا نفسها بتاعت الدكتور. يعني لو هو بيدفع فيزيتا للدكتور إكس، لا، الاستشارة على التطبيق بتكون أقل بكتير قوي من تكلفة زيارة الدكتور. لكن ده لا يغني عن ان المريض هيبقى بيبقى محتاج ان هو يزور الدكتور، لكن مش باستمرار. يعني لو الحاله محتاجه زياره فهو بيروح، لو مش محتاجه او هو محتاج بس يتشيك على حالته، محتاج يسال الدكتور عن حاجه، ده بيتم من خلال التطبيق، ممكن يتم من خلال التطبيق، من خلال الاستشارات الاونلاين. طارق، كما فهمت أن التطبيق أيضا يتيح فرصة تبادل المعلومات وتبادل التجارب بين المرضى وبعضهم البعض، فهل يتم تنقيح هذه المعلومات ومراجعتها أم لا؟ هو المرضى بيقدروا على التطبيق يشيروا الاكسبيرينس بتاعتهم من خلال حاجتين، من خلال اسئله يقدروا يسالوها، والدكاتره بيبقوا موجودين كمان على التطبيق فالدكاتره بيجاوبوا على الاسئله دي، او ان المريض نفسه هو بيبقى متعامل مع المرض بشكل معين فبيقدر يستنتج من خلال نظام غذائي معين هو بيعمله، او من خلال نظام رياضي هو بيعمله، فهو عايز يشارك النظام ده مع ناس ثانيه يقول لهم ان هو ماشي على الاكل ده، فهو بيظبط السكر بتاعه. كل المعلومات دي بتبقى موجوده وطبعا بيراجعها مجموعه من الدكاتره، علشان لو في اي معلومات مغلوطه بيتم حذفها قبل ما بتنزل على السوشيال كوميونتي ما بين المرضى وبعضهم. لكن المعلومات اللي بينزلها الدكاتره من خلال المقالات او من خلال الاجابات على الاسئله دي في الاغلب بتبقى معلومات موثوقه، لان الدكاتره نفسهم بيبقوا بشكل كبير يعني استشاريين او استشاريين سكر او متخصصين في المرضى، فبالتالي كل المعلومات اللي بيقولها تكون دقيقه. نعم، انا اشكرك شكرا جزيلا طارق مندور، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لتطبيق مظبوط، اول تطبيق عربي لمرضى السكري. شكرا لحضرتك جدا، وسعيد جدا ان انا كنت معاكم. وصلنا معكم الآن إلى فقرة التفاعلات. اليوم طرحنا سؤالا للتصويت يقول: بعد تصريح شيخ الأزهر ببدء العد التنازلي لتقسيم المنطقة العربية وتنصيب إسرائيل شرطيا عليها، برأيك هل ينجح الوطن العربي في مواجهة هذا المخطط، نعم أم لا؟ نتيجة التصويت جاءت متقاربة في الحقيقة، ف45% كانوا متفائلين وقالوا نعم الوطن العربي قادر على مواجهة مخططات إسرائيل لتقسيم المنطقة، بينما 55% لم يكونوا بهذا التفاؤل واختاروا الإجابة بلا.
هذا كل شيء من شير هذا الأسبوع. شاركونا تعليقاتكم واقتراحاتكم للبرنامج من خلال صفحات شير على فيسبوك تويتر وإنستغرام كما يظهر أمامكم على الشاشة. تواصلوا معنا أيضا عن طريق تطبيق الواتساب على الرقم الخاص بالبرنامج. كما يمكنكم متابعة حلقات شير على قناة الغد باليوتيوب، ودائما خاطبونا على هاشتاج شير الغد. عطلة نهاية أسبوع سعيدة للجميع، وإلى اللقاء. We'll be right back.